أبنائي وبناتي طلبة وطلبات الصف الثالث ثانوي، أهلا ومرحبا بكم في برنامج الفيزياء لغات Physics for Grade 3 Secondary Stage. معكم هالة حسن من منصة البث المباشر الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم، والنهاردة هنبدأ Chapter 8 اللي هو آخر Chapter في المنهج، ونقول لكم كل سنة وانتم طيبين. و Chapter 8 بيتكلم على المودرن إلكترونكس، فالنهاردة by the end of the session هن compare between the conductors and insulators with semiconductors. هن mention the ways of increasing the conductivity of semiconductors and compare donor impurities with acceptor impurities. وهنتكلم على the methods of connection of PN junction. وهن solve non-routine problem. ونبدأ نقول إن الماتيريالز بتاعتنا are classified according to their electrical conductivity into. أنا عندي الماتيريالز بتاعتي فيها الكوندكتورز وفيها الانسوليتورز وفيها السيمي كوندكتورز. فلما نيجي نتكلم الكوندكتورز اللي هما they are materials that conduct electricity and heat easily زي الماتيريال زي الميتالز، يبقى الكوندكتورز اللي هما بي conduct electricity and heat. طيب الانسوليتورز، الانسوليتورز اللي هما materials that do not conduct electricity and heat easily زي الود والبلاستيك، ودول احنا عارفينهم ودرسناهم كتير قبل كده. السيمي كوندكتورز بقى اللي هم they are materials its conductivity is between insulators and conductors، يعني الكوندكتيفيتي بتاعتهم ما بين الكوندكتورز والانسوليتورز. ده معنى كده ان هم بيكوندكت electricity ولا لا؟ بيكوندكت electricity بس limits معينة زادت شوية بيأكت as an insulator. طيب they are characterized by increasing their conductivity as their temperature increases such as silicon and germanium. يبقى هما ال conductivity بتاعتهم بتزيد لما بتزيد ال temperature زي ال silicon وال germanium اللي هما أشهر two semiconductors. السيمي كوندكتور كريستال، ونبتدي نتكلم على السيمي كوندكتور شكلها ايه. اول حاجه انا عندي البيور سيمي كوندكتور كريستال بيبقى شكلها كده. خلي بالك ده شكل السيمي كوندكتور كريستال اللي هي سيليكون، بتبقى شكلها بالظبط عامل كده شكل الكريستال. كل اتوم ما بينها وما بين الاتوم اللي جنبها بوند. سبحان الله، ده شكل السيمي كوندكتور كريستال. طيب it's a regular geometric arrangement of atoms in the solid state. geometric arrangement زي ما انت شايف مترتبين بشكل geometric بالشكل اللي انت شايفه ده. طيب هل السيليكون بس؟ لا، كل البيور سيمي كوندكتور كريستال شكلهم كده. each silicon atom قدامك هنا والجرمانيوم زيها. خلي بالك انا لو هتكلم على السيليكون هقول لك الاتوميك نمبر بتاعه 14، فلما بقى 14 وهتيجي توزعه هتلاقي نفسك عندك 4 الكترونز في الاوتر موست شيل. ال 4 الكترونز في الاوتر موست شيل هنا هتبص تلاقي كل سيليكون اتوم في الكريستال بتعمل بوند، بتشير الفور الكترونز دول مع فور نيبرينج اتومز. بتشير ازاي؟ بتعمل كوفالنت بوند. علشان ايه؟ علشان تكمل الاوتر موست شيل بتاعتها ل 8 الكترونز وتوصل للستيبل ستيت. كلام طبعا انت واخده في الكيمستري ومش صعب عليك. طيب احنا لما نيجي نتكلم على الالكترونز اللي موجوده جوه الاتوم، ف we can differentiate between three types of electrons. عندي three types of electrons في الاتوم. اول type اللي هو the innermost levels of electrons اللي هم اللي جوه اللي قريبين من النيوكلس. They are tightly bonded to the nucleus. ده أول نوع من الإلكترونز اللي موجودة
جوه الاتوم. عندي ال innermost levels of electrons where they are tightly bound to the nucleus. النوع الثاني the valence electrons، وال valence electrons اللي هم بيبقوا موجودين في ال outermost shell they have to move freely across the intra-atomic distances. دول بيتحركوا freely في ال intra-atomic distances ما بين الأتومز. طيب النوع الثالث اللي هي الفري الكترونز. الفري الكترونز دول move randomly ولمتد by a larger space which is the crystal. يبقى أنا هنا معايا 3 types of electrons، اللي بيبقى near the atom وده بيبقى tightly bond to the nucleus near the nucleus. عندي اللي موجود في الفالنس بوند او في الفالنس اللي هو الفالنس الكترون وده بيبقى بيتحرك في الانترا موليكولر، وفي عندي الفريلي موفينج الكترون، وهو الفريلي موفينج الكترون ده هو اللي احنا بنتكلم عليه. طيب انا لو اتعاملت بثيرمال او لايت انرجي مع السيليكون كريستال او الجرمانيوم كريستال ايه اللي هيحصل؟ الثيرمال اور لايت انرجي can be used to break the bonds of the crystals. طيب يبقى ال energy required to break the bond هتبقى equal to the resulted energy from mending اللي هي recombining the bond. تمام؟ يبقى أنا دلوقتي عندي بحتاج energy، ال energy دي ممكن تبقى thermal energy وممكن تبقى light energy عشان أكسر ال bonds اللي موجودة ما بين أي two atoms. طيب وفي الحالة دي الانرجي اللي انا ببقى محتاجها عشان اكسر البوند هي نفسها نفس الانرجي اللي بحتاجها عشان اعمل ريكومبايننج للبوند بتاعتي. طيب ال ways of increasing the conductivity of semiconductors. دلوقتي انا عندي السيمي كوندكتور ده مش زي الكوندكتور، الكوندكتور الكوندكتيفيتي بتاعته عاليه لكن السيمي كوندكتور اتفقنا ان هو ليميتد شويه، فانا عايز ازود الكوندكتيفيتي بتاعه السيمي كوندكتور. هعمل ايه؟ اولا السيمي كوندكتورز ار كاركترايزد باي ذير سنسيتيفيتي تو هيت اند اولسو تو ذا امبيورتيز. سو ذا كوندكتيفيتي اوف سيمي كوندكتورز كان بي انكريزد باي وان اوف ذا تو فولوينج ويز. خلي بالك يبقى احنا اتفقنا ان انا عندي السيمي كوندكتور حساس من ناحية الهيت، واتفقنا ان انا لما بزود الهيت بكسر البوند، فلما هتكسر البوند يبقى انت عندك فريلي موفينج الكترونز. برضو لو زودت له امبيورتيز هبقى زودت له الكوندكتيفيتي بتاعته. يبقى انا عشان اتكلم في ان انا بزود الكوندكتيفيتي بتاعت السيمي كوندكتور هعمل ريزنج للتمبريتشر او دوبينج، والدوبينج ده اللي هو التطعيم، ان انت بتحط له impurities، والimpurities دي اللي هي الشوايب اللي هي حاجة مش سيليكون ومش جرمانيوم، هنا هتزود له الconductivity. طيب لما نيجي نتكلم على raising the temperature، طيب انا السيليكون كريستال دي علشان ازود لها temperature اولا في الاول اتقلو temperature تقريبا especially عند الزيرو كلفن هتبقى all the bonds in the crystal are intact، يعني كل البوندز مربوطة unbroken ومفيش free electrons. يعني في الحالة دي بقت الكريستال بتاعتي insulating crystal، مش هتوصل كهرباء مش هتوصل حرارة. طيب ولما أعمل raising the temperature لما temperature increases some bonds are broken، انكسر بعض البوندز لان التمبريتشر لما زادت كسرت ادت له انرجي والانرجي دي كسرت البوندز. فلما البوندز كسرت يبقى الالكترونز are set free conducting crystal والالكترونز دول هيليف behind a vacancy in the broken bond which is called a hole. يعني الالكترون لما هيمشي هيسيب مكانه مكان فاضي
والمكان الفاضي ده طالما ان مشي منه الكترون نيجاتيف، فهيبقى المكان ده عليه بوزيتيف تشارج بنسميه هول. والالكترون لما بيتحرك بيتحرك زي ما انت شايف كده. خلي بالك بقى ان we do not call السيليكون اتوم اللي بتلوز الالكترون ما بنقولش عليها ايون. طب ليه؟ ده هي حصل ان هي سابت الكترون فهي بقت دلوقتي بوزيتيف ايون حسب الكلام اللي خدناه في الكيمستري. هقول لك ما بتلحقش انها تفضل زي ما هي بوزيتيف ايون. ليه؟ علشان soon enough this atom may capture a free electron or an electron from another bond to fill its own vacancy. ففي الحالة دي هترجع نيوترال. يعني انا ما اقدرش اقول عليها ايون. ليه؟ لان هي مجرد ما البوند اتكسرت الالكترون مشي بيجي واحد تاني مكانه بسرعة، فيبقى ما لحقتش، فما اقدرش اقول عليها ان هي بقت ايون. طيب as the electrons move in a random motion، الالكترونز بتتحرك random motion، يبقى الهولز كمان الهولز برضو بتتحرك random. ليه؟ علشان الالكترون لما بيتحرك بيفل مكان الهول. بس لاحظ ان the direction of the vacancies movement is in the opposite direction of the electron movement. الفاكنسز اللي هي الهولز البوزيتيف هولز، اتفقنا الالكترون لما بيمشي من مكانه بيسيب مكانه فراغ هول او فاكنسي، دي كده بوزيتيف. طيب الدايركشن بتاع الالكترون وهو ماشي هيبقى عكس الدايركشن بتاع حركه البوزيتيف هول، لان في المكان اللي الالكترون بيسيبه بيبقى بوزيتيف. هتلاحظ لو الالكترونز ماشيه شمال البوزيتيف هولز هتمشي يمين مثلا. يعني طيب لما التمبريتشر بيحصل لها increasing النمبر اوف فري الكترونز هنا والنمبر اوف هولز الاثنين هيحصل لهم increasing. لاحظ انا ما قلتش فري الكترونز بس، as the temperature increases the number of free electrons and holes increase. يعني معنى كده هيحصل للكريستال بتاعتي increasing the conductivity. طيب معنى كده ان the number of free electrons equal the number of free holes in the pure semiconductor. خلي بالك من دي. طيب لما هيبقى معنى ان انا عندي the number of free electrons equal the number of holes، يعني انا وصلت لحاجة اسمها state of dynamic equilibrium اللي هي اسمها thermal equilibrium. The number of free electrons بيساوي the number of holes. في حالة the thermal equilibrium بيبقى the number of broken bond per second equal the number of bonds mended per second. ده كده dynamic equilibrium. البونز اللي بتتكسر بتساوي بالظبط البونز اللي بتتكون. تمام. So that a fixed number of free electrons and the same number of holes remain constant at every temperature. وده اللي احنا بنسميه dynamic equilibrium. بتك تاني على الكلمة هي. تمام. يبقى هنا في dynamic equilibrium يبقى number of broken bonds per second equal the number of bonded mended per second. وكمان the number of free electrons هيبقى equal the number of holes. تمام؟ at every temperature. طب يعني ايه hole بقى؟ it is the vacancy which the electron leaves behind او positive charge in the broken bond in a semiconductor crystal. يبقى هي البوزيتيف تشارج او المكان الفاضي اللي الالكترون بيسيبه
لما بيحصل broken bond في السيمي كوندكتور كريستال. ده معنى كلمة هول. ويعني ايه dynamic equilibrium؟ ال dynamic equilibrium is the case in which the number of broken bonds per second is equal to the number of bonds mended per second. يعني هي الحالة اللي بيحصل فيها ان the number of broken bonds بيساوي a number of mended bonds per second. So that a fixed number of free electrons and same number of holes remain constant at every temperature. يعني معنى كده ان the number of free electrons هيساوي number of holes اللي موجودة. تمام؟ ويفضل ده constant. خلي بالك من دي، بيجي عليها اسئلة برضو. طيب انا معايا نقط هنا. It's not preferred to heat a pure semiconductor to increase its electric conductivity. الله، مش احنا قلنا ان انا لما بسخن بدي heat للpure semiconductor بنزود الconductivity بتاعته؟ طب ليه not preferred to heat the pure semiconductor عشان اعمل increasing its electrical conductivity؟ Because by increasing the temperature by large amount need to break the bonds and also the crystal will damage. خلي بالك ان اللي ماسك الكريستال هي البوندز، فانا هديله temperature مش كبيره قوي، هتكسر شويه من البوندز ويبقى عندي dynamic equilibrium و number of electrons بتتحرك و number of holes. طب انا هزود temperature عشان عايز ازود الconductivity بتاعتها، هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها damage، لان كل البوندز لما بتتكسر معناها ان الكريستال بتاعتي باظت، ما عادش فيها بونز، اتكسرت، اتحرقت. طيب انا هتكلم على البيور سيمي كوندكتور. البيور سيمي كوندكتور اللي هي the semiconductor in which the concentration of free electrons، وخلي بالك بقى هنا بنقول n، الn ده اللي هو number of free electrons equal the concentration of holes، والholes انا بديها السيمبل P at any temperature. يبقى احنا بدأنا نقول symbols اهوت N و P. ال N اللي هي number of free electrons وال P اللي هي ال concentration of holes at any temperature. طيب the characteristics of pure semiconductor crystal. ال characteristics بتاعت ال pure semiconductor crystal هنبتدي نقول واحدة واحدة. أول characteristic عندي إن ال electrons of the internal levels are bonded by very strong attraction force. الالكترونات اللي قريبة من النيوكلس very strong attraction force ما بينها وما بين النيوكلس. كلمة very strong خلي بالك. لكن الفالنسي electrons in the outermost energy levels are free to move through the intermolecular distances inside the crystal. يبقى انا معايا الالكترونز اللي موجوده في الانترنال ليفلز دي very strong bonded، والاوتر موست انرجي ليفلز الالكترونز اللي فيها free to move. تمام، دي اول characteristic. تاني حاجه at very low temperature. At very low temperature, the bonds between the atoms are intact and there is no free electrons. اتفقنا ان لما بتزيد ال heat او ال energy ال bonds بتتكسر. طب انا هدي low temperature, very low temperature، يبقى ال bonds هتفضل ماسكه نفسها bonded جامد، فيبقى مش هيبقى عندي free electrons inside the crystal. والالكتريك كوندكتيفيتي في الحاله دي vanishes، مش هيبقى، مش هيوصل خالص. And the energy level of each atom هيبقى completely filled with electrons. ده عند ايه؟ ده عند الابسوليوت زيرو او عند الزيرو كلفن. When the temperature increases ايه اللي هيحصل؟ زودنا التمبريتشر بس مش لدرجه ان احنا نعمل damaging للكريستال. اللي هيحصل some bonds are broken and electrons are set free. Each electron of these leave behind a vacancy. واتفقنا ان
لما البوند بتتكسر الالكترون بيبتدي يتحرك، وهو بيتحرك بيسيب مكانه positive hole. But it's not considered an ion. اتفقنا ان هو مش هنقول عليه ان هو ion. ليه؟ علشان الاتوم may capture a free electron of an electron from another bond to fill its own vacancy. يبقى معنى كده ان الاتوم هترجع neutral. يبقى هنا دلوقتي خلي بالك ان احنا بنتكلم في الكاركترستيك بتاعت البيو سيمي كوندكتر. اول حاجه الالكترونز بتاعتها ان عندي نوعين اتنين من الالكترونز، اللي قريب من النيوكلاس ده فيري تايت للنيوكلاس فسترونجلي بوندد، اما اللي في الاوتر موست شيل ده بيقدر يتحرك. طيب عند الزيرو لا، بتفضل البوندز كلها مقفوله، فبيبقى في الحاله دي السيمي كوندكتور بيأكت از ان انسوليتور. ده كل ما كانت التمبريتشر اقل، يعني لما بنقرب للزيرو كيرف. طب انا زودت التمبريتشر في الحاله دي سام بونز هيحصل لها بروكن، هتنكسر، فيبتدي يتحرك معايا فري الكترونز، والفري الكترونز لما بتتحرك بتسيب مكانها بوزيتيف هولز. تمام كده، واتفقنا ان انا في الحاله دي ما اقدرش اقول ان الاتوم بقت ايون لانها مش هتفضل بالشكل ده الالكترون سايبها، لا هي بسرعه هتكابتشر فري الكترون تاني من اي مكان قريب منها، فهترجع تاني نيوترال. رابع حاجه ان by increasing the temperature the number of free electrons and number of holes increases، والالكتريكال كوندكتيفيتي هيحصل لها ايه؟ increases. طيب الالكترونز move in a random motion inside the crystal and fill the vacancies which are resulted from breaking the bonds. الالكترونز بتتحرك اهوت، والالكترون وهو بيتحرك بيروح مكان الهول اللي موجوده فاضيه، يعني بمعنى ان دلوقتي لما الكترون مشي وساب مكانه هول، في الكترون تاني هيجي علشان يجي يسد مكان الهول دي. تمام، يبقى الالكترونز دلوقتي وهي بتتحرك بتتحرك علشان تسد الهولز. The energy required to break any bond equal the resulted energy from mending the bonds whatever it is thermal energy or light energy. الانرجي بتاعتي اللي بتكسر البوند بتساوي الانرجي اللي ممكن اخدها عشان تكون لي بوند تاني، والانرجي دي مش شرط انها تبقى هيت، خلي بالك ممكن تبقى ثيرمال انرجي ممكن تبقى لايت انرجي. طيب when the crystal reaches the dynamic equilibrium، واحنا عرفنا يعني ايه كلمة dynamic equilibrium. الدايناميك equilibrium ده في حالة ان لما يبقى number of broken bonds in second equal number of formed bonds in second، يعني number of free electrons and holes are constant for each temperature. هنا بقى انا معايا comparison ما بين الكوندكتورز والسيمي كوندكتورز. اول حاجه خالص الكومبوزيشن اوف ذا كريستال. في الكوندكتورز، الكوندكتورز عباره عن بوزيتيف ايونز اند كلاود اوف فري الكترونز، والفري الكترونز بتتحرك randomly inside the conductor و there is attraction force between ions and electrons. الكوندكتور في العموم بيلوز الالكترون بتاعه بسهوله، فبيبقى عباره عن بوزيتيف ايون وفي عندي كلاود من الالكترونز بتلف حوالين الايونز دي، وفي attraction force ما بين الايونز والالكترون. ده في الكوندكتور اللي هو زي الكابر الاير الالومنيوم. طيب السيمي كوندكتور اتفقنا ان هو اتومز joined by covalent bond زي الكريستال بتاعه السيليكون اللي احنا كنا لسه قايلين عليها. طيب التشارج كاريرز في الكوندكتورز اللي بتعمل لي الكرنت الالكترونز. في الكوندكتور اللي بيسبب كرنت هو الالكترونز بس، اما في السيمي كوندكتورز all electrons بس في هولز كمان، انت ما تقدرش تتلاشى وجود البوزيتيف هولز في السيمي كوندكتورز. طيب الايفكت اوف هيت اون ذا تشارج كاريرز،
لو هسخن هيحصل ايه للكوندكتور؟ في حالة الكوندكتور ال number of electrons don't change with temperature، مش هيفرق. اما في السيمي كوندكتور ال number of free electrons and holes هيحصل لها increasing. ليه؟ علشان خلي بالك ان انا لما زودت الهيت بكسر البوندز until the crystal reaches the thermal dynamic equilibrium. طيب ال effect of heat on the electrical resistance في الكوندكتورز لما بسخنها بعمل increasing لل electrical resistance by increasing the temperature. اما السيمي كوندكتور بقى انا زودت الكرنت فيبقى انا عملت decreasing by increasing the temperature. في حاجه جديده اسمها دوبينج. الدوبينج دي اللي هي adding impurities. احنا كنا لسه حالا قايلين ان انا عشان ازود الكوندكتيفيتي بتاعت السيمي كوندكتور هعمل حاجه من اتنين، يا اما هعمل له heating او بديله energy، واتفقنا الانرجي دي سواء كانت باي هيت او باي لايت. الحاجه الثانيه ان انا هعمل دوبينج. دوبينج يعني ايه؟ يعني adding impurities، فانا هحط له impurities يعني شوايب جوه السيمي كوندكتور. Doping it is adding of atoms of pentavalent elements or trivalent elements to a pure crystal of tetravalent element. من الاول خالص الكريستال بتاعتي السيليكون تترافالنت، الجرمانيوم تترافالنت، فاحط لها اتوم pentavalent او احط اتوم trivalent. فعلا هي مختلفه في الفالنسي، هنا انا بساعد الكريستال بتاعتي to increase the conductivity بتاعتها. طيب to increase the concentration of free electrons او بزود ال concentration of ال holes، لان احنا متفقين ان الكريستال بتاعتي بتزود ال conductivity بتاعتها بال electrons وبال holes. طيب types of impurities، احنا اتفقنا ان انا بحط الامبيورتيز بتاعتي يا اما pentavalent يا اما trivalent. يبقى types of impurities ممكن يبقى donor impurities. والdonor impurities لو تاخد بالك شكل الكريستال اللي قدامي كلها سيليكون، في واحده في النص هنا فوسفرس. لما حطيت الفوسفرس، الفوسفرس ده pentavalent، دي انا سميتها n type. n ده اللي هي سيمبل معناه نيجاتيف تايب. ليه؟ اصل الفوسفورس فيها الكترون زياده. كل السيليكون عندهم في الاوتر موست شيل 4 الكترونز، اما الفوسفورس لانه الاتوميك نمبر بتاعه 15 فهتلاقي نفسك بتقول ان انا عندي في الاوتر موست شيل 5 الكترونز، ففي الكترون زياده والالكترون نيجاتيف فبقت اسمها ان تايب او نيجاتيف تايب. النوع الثاني الاكسبتور امبيورتيز، تعرف الاس الاكسبتور امبيورتيز. انا حطيت، بص على الكريستال، الكريستال بتاعتي كلها سيليكون اهيت، وفي النص الامبيورتيز بتاعتي هنا بورون. البورون ده تراي فالنت، فلانه تراي فالنت هيبقى عنده بوزيتيف هول، بوزيتيف يعني السيمبل بتاعها بي فبقت اسمها بي تايب. يبقى الدونر امبيورتيز ان تايب والاكسبتر امبيورتيز بي تايب. لما هاجي اتكلم على كومباريزون ما بين الدونر امبيورتيز والاكسبتر امبيورتيز due to the type of impurity atom، اول حاجه الدونر امبيورتيز، انا عندي الامبيورتي اتوم هنا pentavalent. البنتافالنت دلوقتي فيها 4 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل زيادة عليها واحد كمان، تمام؟ يعني أنا ممكن أحط فوسفرس أو هحط أنتيموني اللي هو الـ SB. دول هنا عندهم في الأوتر موست شيل 5 إلكترونز، يبقى الـ concentration of free electrons اللي هي اتفقنا السيمبل بتاعها N هيبقى more than the concentration of positive holes اللي هي الـ P.
ان انا حطيت impurities فيها 5 electrons في الاوتر موست شيل، اما كل السيليكونز عندهم 4 electrons بس. طيب بالنسبه للاكسبتور impurities، الاتوم بتاعتي تراي فالنت، ولما تبقى هنا تراي فالنت يعني فيها 3 electrons في الاوتر موست شيل، تمام؟ زي مين؟ زي الالومنيوم، زي البورون، ودول لان هم فيهم 3 electrons في الاوتر موست شيل، في الحاله دي هيبقى الكونسنتريشن بتاع البوزيتيف هولز مور ذان ذا كونسنتريشن اوف ذا 3 electrons، فهتبقى ال P مور ذان N. P مور ذان N. طيب لو هتكلم على the action of the impurity atom، ال impurity atom هنا في حالة الدونر impurities هي هتعمل sharing مع 4 electrons ل 4 atoms حواليها، تعمل 4 bonds مع السيليكون atoms، ويتبقى معاها ال 5th electron ده. ال 5th electron هنا هو weakly bonded مع الفوسفورس أو مع النيوكلاس بتاعته، ففي الحالة دي هيقدر يتحرك بسهولة، فبقى عندي هنا فري إلكترون، الفري إلكترون ده يبتدي يتحرك، فالبيرنت أتوم هتبقى بوزيتيف أيون، تمام؟ أنا كده بسميها دونر أتوم لأنها بتدي إلكترون، دونر أتوم. أما الأكسبتور إمبيوريتيز هي من الأول فيها 3 إلكترونز في الأوتر موست شيل، فبتعمل شيرنج مع ال 3 اتومز حواليها، ويتبقى كمان واحده عايزه تعمل معاها بوند، فبتاخد الكترون من اي اتوم حواليها، تشد اتوم وتسيب عندها بوزيتيف هول، والبوزيتيف هول دي يبقى معنى كده ان البورون او الالومنيوم شدت الالكترون من اي اتوم حواليها، خدت الالكترون، بقت هي نفسها نيجاتيف ايون لان زاد عندها الكترون. طيب في الحاله دي بقت بتاخد الكترون، فبقى اسمها اكسبتور اتوم. طيب التايب اوف ذا دوميننت تشارج كارير، في حاله الدونر امبيوريتيز هيبقى الفري الكترونز، اما في حاله الاكسبتور هتبقى الهولز. طب الامبيوريتي اتوم افتر دوبينج هتبقى بوزيتيف ايون لان هي ثابت الكترون، اتفقنا انها دونر بتعطي الكترون، ففي الحاله دي خلي بالك ان الكونسنتريشن بتاعها انا برمز له بالسيمبل ان بوزيتيف دي، لانها بوزيتيف ايون واسمها دونر دي، ان بوزيتيف دي. اما الاكسبتور امبيوريتيز بتبقى نيجاتيف ايون بعد ما شدت الكترون من اي نيبرينج اتوم، وفي الحاله دي هيبقى الكونسنتريشن بتاعها ان نيجاتيف اي، نيجاتيف لانها اصبحت نيجاتيف ايون، والاي اللي هي لانها اكسبتور امبيوريتيز. خلي بالك من السيمبلز. طب لما نتكلم at the thermal equilibrium، at the thermal equilibrium أنا في الحالة دي بقول إن the sum of positive charges هيبقى equal to sum of negative charges، يعني معنى كده إن ال N اللي هي اتفقنا عليها ال concentration of free electrons هيبقى equal لل P اللي هي ال positive holes plus N positive D، والN positive دي اتفقنا عليها اللي هي concentration of the donor impurities. وخلي بالنا ان دايما في حالة الدونر impurities ان الN more than P، تمام؟ واللي احنا سميناها N type semiconductor. اما في حالة الاكسبتور متفقين ان انا عندي thermal equilibrium، يعني sum of the negative charge equal the sum of positive charge. طيب معنى كده هنا ان ال بي اللي هي الكونسنتريشن اوف هولز هو اللي بيساوي ال ان سمول الكونسنتريشن اوف فري الكترونز بلس ال ان نيجاتيف اي اللي هي الكونسنتريشن اوف ذا اكسبتور امبيوريتي ايون.
ونخلي بالك ان في حالة الاكسبتور هيبقى البوزيتيف هولز مور ذان النمبر اوف الكترونز او الكونسنتريشن اوف فري الكترونز، واسمها بي تايب سيمي كوندكتور. طيب النوت بتاعتي ان ذا دوبد كريستال ريمين الكتريكالي نيوترال. مش احنا قلنا بوزيتيف ايون او نيجاتيف ايون؟ بس خلي بالك ان when doping a semiconductor crystal بالimpurities trivalent او pentavalent بيفضل دايما جوه الكريستال نفسها ال number of negative charges equal the number of positive charges. دي لازم. هو الالكترون بيسيب ال pentavalent nucleus فبتتحول وحدها ل positive ion، بس هو الالكترون ما خرجش بره الكريستال، فهتبقى الكريستال نفسها الكتريكالي نيوترال. او في حاله التراي فالنت هتاخد الكترون من اي نيبرنج اتوم فبقت هي نفسها نيجاتيف ايون، لكن الكريستال ككل برضو فضلت الكتريكالي نيوترال. تمام؟ لان انا بتكلم في ان all the atoms whether semiconductor atoms or impurities atoms كلهم على بعض نيوترال. ان انت لما هتعد التشارجز اللي موجوده في الكريستال الالكترون اللي جه او راح ما خرجش بره الكريستال نفسها، هتفضل الكريستال نفسها الكتريكال نيوترال. يلا نفكر كده معانا سؤال. A donor replacement atom in silicon might have space electrons in its outer shell. الدونر هيبقى فيها 2 الكترون ولا 3 الكترون ولا 4 الكترون ولا 5 الكترون؟ سؤال سهل جدا لسه قايلين حالا. الدونر اتوم هتبقى فيها كام الكترون في الاوتر شيل؟ هيبقى فيها 5 الكترونز في الاوتر شيل. سؤال كمان. Acceptor atoms introduced into a pure semiconductor at room temperature increases the number of electrons in the conduction band ولا increases the number of holes in the valency band ولا increases the electrical resistivity ولا increase the electrical conductivity. طيب ده الacceptor. الacceptor atom احنا متفقين كلمة acceptor يعني حضرتك بتتكلم في increase the number of holes in the valence band عشان ده acceptor. لو donor يبقى انا هقول number of electrons. معايا ال law of mass action in semiconductors. خلي بالك انا عندي symbol ni. ال ni ده اللي هو the electron or hole concentration in pure semiconductor crystal. فال law of mass action بيقول لك ان ال n times p equal n i square. ال n دي اللي هي احنا اتفقنا عليها اللي هي ال concentration of free electrons. ال p دي اللي هي concentration of holes equal ال electron or hole concentration square. Square the concentration of the electrons or holes in the pure semiconductor crystal. The law of mass action اللي هو بيقول لك the product of the concentration of free electrons times the concentration of holes equal constant value. والconstant value for each temperature. خلي بالك ان كل ما temperature اتغيرت الconstant value بتتغير. والconstant value دي doesn't depend on the type of impurity. ما بتعتمدش على ال type of impurity. ال constant value دي equal A equal square the concentration of electrons أو square the concentration of holes في ال pure semiconductor crystal at constant temperature. أعتقد إن الكلام حلو مش صعب يعني. هنا بقى احنا هنتكلم على comparison ما بين ال N type وال P type، واحنا اتفقنا
على السيمبولز دي مش هتبقى صعبة. ان تايب n equal p plus n plus d. ال n دي number of electrons، ال p number of holes، ال n plus d اتفقنا عليها ال concentration of. تمام. طيب ال p type هتبقى p equal n plus n minus d n minus a. اتفقنا ان n plus d يعني اللي هي ال concentration of positive ion لانها donor. ال n negative a concentration of negative ion لأنها acceptor. طيب في حالة ال N type بيبقى number of positive holes less than the number N plus D concentration of positive ion. في حالة ال N type ال P type هيبقى ال number of electrons هو اللي أقل من ال N minus أو N negative A. طيب ال N هتبقى equal N plus D وال P هتبقى equal N negative A وال law of mass action N P equal N square I في الحالتين N P equal N square I لأن ده law. منها أقدر أقول إن ال P equal N I square over N plus D أو N equal N I square over N minus A. ومعانا سؤال في جراف علشان الناس بتخاف من الجراف فإحنا مش عايزين نخاف من الجراف. كلام بالجراف مش صعب. The graph illustrates the relation between the free electrons concentration اللي هي N and the reciprocal of the holes concentration 1 over P for two extrinsic semiconductor crystals X and Y. So the ratio between free electrons concentration in the pure crystal X NIX over holes concentration in the pure crystal Y NIY equals. خلي بالك ان انا لو بتكلم في نفس الكريستال X بس او Y بس هتبقى الراتيو دي equal 1. لو بتكلم في كريستال واحدة X بس أو Y بس لأن number of electrons هتبقى equal number of holes. لكن هنا بيعمل لك comparison ما بين الكريستال X والكريستال Y. تمام. وال choices بتاعتي 25 over 9 ولا 25 over 36 ولا 5 over 6 ولا 5 over 3. طيب يلا نفكر كده. اول حاجة انا معايا الجراف اهوت واللو بتاعي np equal ni square صح ده اللو. طب انا لما هقول سلوب خلي بالك السلوب هو هنا انا عشان اجيب السلوب هقول y over x فالواي هي مكتوب لي n times 10 to the power 8 والx بتاعتي 1 over p يعني هتبقى n over 1 over p يعني هتبقى السلوب بتاعي n p. تمام ده من الجراف. ال n p احنا متفقين اللي هي equal n i square. طيب هتكلم في السلوب بتاع ال x. السلوب بتاع ال x بتاعي 3.125 over 5 دي اللي هي n i square x. والسلوب بتاع ال y 2.25 over 10 n i square y. طب هو مطلوب مني ايه؟ مطلوب ال n i x over ال n i y. انا عرفت اجيب ال n i x square وال n i او n square i x وال n square i y. يبقى انا هعمل ايه؟ هقول السلوب بتاع ال x over السلوب بتاع ال y under root يعني root اهو 3.125 over 5 وهقول times 10 over 2.25
تبقى equal 25 over 15 يعني 5 over 3. نرجع تاني للسؤال بتاعي، فين ال 5 over 3 اللي هي number D؟ شفت السؤال سهل ازاي؟ لما يبقى معايا جراف بيبقى السؤال اسهل بين السؤال اللي ما فيهوش جراف، ما تخافش من الجراف. كمان given that the concentration of free electrons in a pure germanium crystal in case of dynamic equilibrium equals 2 times 10 power 8 centimeter power negative 3, so the expected concentration of holes equal 2 times 10 power 8 centimeter power negative 3 ولا greater than 2 times 10 power 8 centimeter power negative 3 ولا less than 2 times 10 power 8 centimeter power negative 3 ولا equal 0. هي نفس الكريستال صح؟ يعني هي نفس ال pure germanium crystal. معنى كده ان الديناميك equilibrium اللي احنا اتفقنا عليها ان النمبر of electrons هيبقى equal ل number of holes. Since it is a pure germanium crystal, then the concentration of free electrons هيبقى equal concentration of holes. يعني هي نفسها 2 power 2 times 10 power 8 centimeter power negative 3. The correct answer بتاعتي هتبقى A. كده نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم. اتمنى ان انا اكون وصلت ولو معلومه بسيطه، يا رب تكونوا فهمتوا كويس. اي سؤال احنا على استعداد للاجابه عليه. لو سمحت تحضر معانا الحصه بتاعتنا وتكتب في الكيو اند اي سؤالك، هنجاوب لك عليه سواء انا سواء مستر ايمن في السيشن اللي بعده على طول. وبالتوفيق، اتمنى لكم اعلى الدرجات ومع السلامه.